معنا استاذ كريم الجمال صاحب ومدير شركه بيرفكت ايلاند. اهلا بحضرتك يا استاذ كريم. يا فندم نورتونا استاذ كريم. في البدايه تشرفنا بوجود حضرتك معنا. شرف لي يا فندم. ويعني وما سمعناه عن حضرتك من سمعه طيبه واجتهاد، فاهلا ومرحبا. اهلا بك يا فندم استاذ كريم. قبل ان نتكلم عن مشروع بيرفكت وتفاصيله، نود ان نتعرف اكثر عن استاذ كريم. من هو كريم وكيف تم يعني كيف كانت نشاته وكيف تم دخولك الى دوله الامارات، وايضا سبب اختيارك الامارات دونا عن الدول الاخرى اللي تبدا بها عملك؟ مبدئيا انا من مصر، من محافظه المنوفيه، خلاص من احدى قرى محافظه المنوفيه، مركز الشهد. حصل على بكالوريوس إدارة فنادق من جامعة اسكندرية، تمام. بعدها طبعا خلصت الخدمة بتاعتي في الجيش، واختيار لدولة الإمارات تمام كان اختيار والدي الله يرحمه، لأنه كان بيعشق البلد دي جدا. خلاص فقررت إن أنا أدخل هنا، وفي البداية كانت الأمور ما كانتش متيسرة قوي معايا. نقلت من عمل لعمل لحد ما قررت إن أنا أخد الهدف اللي انا كنت اتمناه طول حياتي، ان انا اسس حاجه خلاص وانجح فيها. عظيم. يعني لما بدات شغلك هنا في بدات في مجال العقارات ولا لا؟ لا لا آخر. اول ما دخلت اشتغلت في بنك ابو ظبي الوطني، اشتغلت في السيلز والعقارات، خلاص قعدت فيه فتره طويله. الفتره ديت اكتسبت بقى خبره كبيره جدا في البلد والتعامل مع الناس خلاص، وحبيت ان انا يعني ابدا اعمل حكايان لنفسي. تمام. بعدها اشتغلت في شركه مقاولات، تقريبا قعدت فيها سنتين او ثلاثه برضو. بعد كده قررت ان انا اشتغل اعمل زي ما انتم شايفين كده شركه بيرفكت ايلاند، وكنت انا الوحيد اللي بادئ فيها لوحدي. من اين جاءت الفكره او الاسباب التي دفعت بك الى ذلك؟ اولا هو كان هدف من البدايه. يعني انا كنت اساسا خلاص بفكر ان انا اعمل خلاص شغل خاص بي، سواء انا كنت اعمله هنا خلاص او في مصر. تمام. فلما يعني الفرصه اتاحت لي ان انا ابدا اشتغل خلاص، فقررت ان انا تمام ادخل المجال. عظيم. يعني اساسا انا كان عندي خبره فيه اساسا من خلال البنوك او خلال التعامل مع شركات المقاولات. تمام. الفكره مش في الاساس انك انت ممكن تدخل خلاص المجال ده وممكن ان انت تقف فيه. صحيح. فالفكره كانت لازم يكون عندك معلومات كتير جدا خلاص ان انت ازاي تبدا. لانك انت لو ما كانش عندك المعلومات
ما كناش هنبقى لحد دلوقتي، بقالنا 3 سنين شغالين في السوق. عظيم، يعني ما شاء الله، يعني باين على حضرتك رغم صغر السن لكنك اخذت خطوة جريئة، يعتبر انك تبدأ مشروع خاص لوحدك وبدون شريك، فهي مجازفة. اولا ده بفضل الله ونعم بالله، وفضل دعم ابويا خلاص، وتوفيقه طبعا ان احنا بدأت الفكرة واشتغلت عليها خلاص، وقررت لحد دلوقتي ان انا استمر برغم الصعوبات اللي هي الواحد مر فيها. يعني مش هقول الواحد عنده خبرة في الحياة كبيرة، لان عندي 32 سنة تمام، وبدأت الموضوع ده وانا عندي 29 سنة او تقريبا 28 سنة ونص، فما كانش عندي الخبرة الكافية في الحياة ان اي حاجة تواجهك خلاص، بس كان عندي الاصرار ان انا استمر. عظيم. طيب في يعني حدثني عن البدايات، ما هي الصعوبات التي واجهتك، التحديات اللي مريت بيها في بداية مشروعك؟ والله هو التحديات كانت كتير. اولا راس المال تمام، وده طبعا اي مشروع محتاج راس مال، فكانت الفكره ان انا كان لازم خلاص اخد طريق تاني مختلف، ان انا يبقى عندي معلومات كتير جدا عن المجال اللي انا هشتغل فيه، خلاص اشتغل بفكر تاني، الناس تمام اغير فكرتها عن مجال العقارات، فكنت بتعامل مع الناس ان انا عايز اوصل لهم ان هم لازم يبقوا مطمنين، وديت الحاجه اللي انا استثمرتها مع العملاء عندي. يعني في ناس بقالها 4 سنين و3 سنين بتتعامل معانا احنا، ديت كانت اول حاجه صعبه، ان انا ازاي تبني ثقه ما بينك، ان انت تبني ثقه خلاص والناس تطمن، لانك انت ما عندكش الامكانيات اللي تخليك تمام يعني تروح تستثمر مثلا بشكل كبير قوي وتفتح مجال في العقارات، تستثمر بنايات وتستثمر خلاص فيلل تمام، كان كل الموضوع كله مجهود شخصي. فدي كانت بدايه، كانت بداية صعبة جدا، كانت محتاجة ان انا الواحد يقعد ان هو يفكر ازاي بياخد طريق تمام يبني بيه كيان زي اللي ربنا وفقه فيه دلوقتي. ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. يا طيب رب ان شاء الله. استاذ، خلينا نتكلم بشكل اكبر او بتفاصيل اكثر عن شركه بيرفكت ايلاند للعقارات او للتنميه العقاريه. في البدايه يعني احنا تكلمنا عن نشاه الشركه، على اي اسس اخترت فريق العمل داخل الشركه؟ انا كان عندي دايما كلمه او كلمتين اتنين، يعني الناس دولت لازم يكونوا موجودين معايا عشان نشتغل بفكر تاني خلاص. وماذا بعد؟ يعني فكر تاني ان احنا مش عايزين نشتغل زي معظم الشركات اللي شغاله في قلب السوق تمام، ان هي بس بتأجر او بتبيع الحاجه وبعد كده خلاص دورها بينتهي لحد كده تمام. لا، احنا موجودين لحد العميل، لحد لما بيستقر في المكان بتاعه، بنقدم له استشارات عقاريه مجانا خلاص، بنخدمه في عقود التوثيق، بنقدم له كل الخدمات حتى لو احتاج صيانه، احتاج اي دعم ايا كان، لحد لما خلاص يستقر في البيت. فده كان الهدف، ان انا الناس اللي تيجي تبقى موجوده خلاص لازم تتدرب على حاجه زي كده، مش تتدرب ان هي تعرف تتكلم مع الناس او تتعامل معاهم، دي اول حاجه. وماذا بعد؟ ان العميل اللي بيجي انت هتقدم له ايه بعد كده؟ هو خلاص هو جه، العلاقه الانسانيه ما بينك وبين العميل، يعني مش مجرد بعت له وخلاص. انا شايف زي ما حضرتك قلتي احنا بنقدم معامله صحيح، فده كان الهدف اللي احنا نعمله، مش ان انا عايز منك فلوس، لا انا بقدم لك معامله خلاص، وديت اللي بتخلي خلاص الرابط بين خلاص السيلز اللي موجود وبين العميل قوي جدا، نجيب له مثلا اصدقائه وقرايبه خلاص، وده الحمد لله اللي احنا ناجحين فيه لحد دلوقتي. ما الذي يميز شركة بيرفكت عن الشركات الأخرى، وما الذي يجد العميل داخل شركتكم لا يحصله في الأخرى؟ طيب مبدئيا خلاص الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن ما يلاقيهاش بره المعاملة. أيوة. تمام، يعني دي الحاجه اللي انا بدات، اللي انا اساسا من البدايه شغال عليها خلاص، والثقه. في ناس كتير جدا وفي شركات كتير جدا منافسه موجوده في قلب السوق، شغلنا جدا منظم خلاص بطريقه لا تتخيليها خلاص، مفيش يعني عميل بيتواصل معانا خلاص الا لو بنكون من اول خلاص الادمن موجود هنا لحد السيلز، حتى انا بنفسي بتابعه تمام، ان احنا بنعرف ان الشخص ده تمام، اهم حاجة ان هو يكون ارتاح في التعامل خلاص مع المندوب اللي هو طالع معاه عزيز. تمام، ووفر له طلبه بالظبط اللي هو عايزه،
تمام، لان طبعا انت عارفه في طبعا مرحلتين اتنين، مرحله اللي هو العميل ومرحله المالك ايا كان بقى، سواء المطور طبعا بتحصل فيها تفاوض في النص. تمام، المرحله ديت مهمه جدا، فالشخص ده لازم يكون تمام على درايه كامله بالمعلومات اللي هو بيقدمها للعميل وبيقدمها للمالك، سواء من اول الشروط اللي هي سواء في برضه شروط قانونيه خاصه بالعقارات فقط لا غير، تمام، او توثيق العقود وتوصيل العقود ديت لحد المالك والمستاجر لكل منهم. تمام، بخصوص البيع احنا برضو موجودين هنا شغالين مع معظم الشركات، شغالين مع الدار، شغالين مع الروبورتاج، تمام، شغالين مع بعض الشركات، تمام، اللي هي شغاله في مجال تطوير العقارات وبتبني ابراج وبتبيعها، والحمد لله احنا حققنا ارقام كبيره جدا، يمكن حتى في وقت خلاص الكورونا في هنا شباب ما شاء الله ان عملت شاء الله ارقام حضرتك كويسه. فتحت قبل الكورونا بحاجات بسيطة، يعني تعرضتوا من الأزمة في بداية يعتبر الافتتاح. مظبوط صح. وبالمناسبه موضوع الكورونا ما اثرش علينا في اي حاجه، بل بالعكس التيم كان موجود وقررنا ان احنا نشتغل خلاص جميع ايام الاسبوع من وقت بدايه الحظر لحد انتهاء الحظر، يعني من الساعه مثلا لو هنشتغل من الساعه 9 لحد الساعه 6. فالحمد لله ده كان حتى الارقام وفتره ديت في ناس كتير جدا فكرت ان هي حتى برغم ان كان في وقت ضيق جدا للناس انها تتحرك فيه، تمام، بس بالعكس الناس ديت في الوقت ده اشتريت عقارات كتير. يعني هذا ده اللي فيدل على الاصرار، والاصرار على النجاح ليس له عقبات، ده لا مجرد النجاح مستحيل. فليتحدى العقوبات. هو طيب النجاح يا فندم استمرار، صحيح، انا ممكن انجح دلوقتي تمام واقول خلاص انا نجحت واقف، صحيح، بس انت عشان تنجح لازم تستمر. تستمر، تمام. طيب يعني لو تحدثنا عن رؤيتك المستقبليه لشركه بيرفكت، كيف ترى الشركه بعد 5 سنوات خلينا نقول من الان؟ هو انا مش هفكر بعد 5 سنين، تمام، انا عموما انا ماشي بنظام وسيستم، خلاص كل 6 شهور خلاص احنا حاطين بلان هنا، بلان جديد. في حته في فكره 5 سنين خلاص، يعني انا مش هقدر اديك الرؤيه بالكامل، بس انا بقول لك ان انا في بعد 6 شهور انا اقدر اقول لك خلاص الوضع معانا مختلف جدا، عظيم، خلاص وافضل من دلوقتي والحمد لله دلوقتي. بس انا واثق ليه؟ لان البلان اللي حطيت عليها بقى لها 3 سنين خلاص بفضل الله ناجحه لحد دلوقتي، عظيم، تمام. بس بعد 5 سنين اكيد طبعا الوضع هيكون مختلف جدا ان شاء الله، نشوف جدا الشركة باذن الله كل الاماكن باذن الله. ان طيب شاء الله. استاذ كريم، يعني لو اكيد الجمهور اللي بيرى حضرتك الان يريد ان يعرف اين يوجد مقر الشركه وكيفيه التواصل معكم، نحن بالفعل نعرض ارقام تليفونات الشركه الان، يعني نوضح للجمهور اكثر اين توجد الشركه وهل لكم فروع اخرى في اماكن اخرى؟ احنا مقر الفرع مقر الشركه الرئيسي في ابو ظبي، عظيم، تمام، والخدمات اللي احنا بنقدمها داخل ابو ظبي فقط في مرتبة بالظبط. هل في فروع اخرى للشركه؟ مظبوط يا فندم، احنا الحمد لله يعني في بدايه السنه تقريبا في شهر 3 سنه 2021 فتحنا فرع جديد في جمهوريه مصر العربيه، المسؤول هناك شريك هناك الاستاذ احمد سلمان، تمام، فاحنا شغالين هناك استشارات عقاريه ومقاولات عامه، عظيم، تمام، والشركه حجم راس مالها هناك، تمام، لان الحمد لله في امكانيه دلوقتي احنا ممكن نعمل معديه لحوالي 500 ألف، ما شاء الله، فاحنا داخلين هناك طبعا في هناك منافسه كبيره جدا في مجال العقارات والبيع والشراء، كذلك برضو مجال المقاولات طبعا في جميع المشاريع الموجوده في مصر كلها. فالحمد لله ده كان فضل من عند ربنا ان احنا يكون لنا كيان موجود هناك في مصر. يعني
الإمارات تتميز عن دول كثيرة بنعمتي الأمن والاستقرار، وهذا طبعا بفضل شيوخ وحكام هذه الدولة الرشيدة. لو وجهت رسالة شكر أو بطاقة شكر لشيوخ وحكام هذه الدولة التي تدعم جميع القطاعات وجميع رجال الأعمال سواء الوافدين منها أو المواطنين. رسالة شكر. طيب، بخصوص يعني النقطة الأمن والأمان في البلد هنا، ده كان دافع قوي جدا خلاص للنجاح اللي احنا موجودين فيه برضه. ليه؟ لأن كل ما كان الاستقرار موجود خلاص، كل ما كانت التنمية خلاص والمشاريع اللي انت بتعملها، حتى لو انا الواحد بادئ كمشروع صغير، فلو مفيش استقرار مش هيكبر. صح. فده شيء يعني بصراحة حابب اشكر فيه عليه شيوخ الامارات خلاص للدعم اللي بيقدموه، سواء خلاص للمشاريع او للدولة والتنمية اللي موجودة فيها. يعني لو بتكلم على حد قائد ليا خلاص او حكيم، فالشيخ زايد الله يرحمه. طبعا نموذج ومثال يقتضى به على جميع العصور. اكيد طبعا، اكيد. لو تحدثنا عن كريم شخص كشخص شخصيا، يعني اكيد هناك شخص كان ملهم وله فضل له في حياتك الذي دفعت لهذا النجاح وهذا التطور واعطاك هذه الطاقه من الطموح. معك الكاميرا، اذا هناك شخص عزيز على قلبك توجه له رساله. يعني شخص كان اداني الحافز تمام والطموح ان انا اعافر واحارب، ان انا ربنا يكرمني وهو موجود هنا، فهو والد الله يرحمه. يعني كان دايما دايما ما سابنيش في لحظه واحده، وكان دايما دعواته، وكان دايما يقول لي دايما استمر. تمام، طبيعي جدا احنا كنا ساعات طبعا بنحس بالخوف، كل لما تاخد خطوه نجاح فتكبر فتحس بالخوف، وكان دايما يقول لي استمر هتنجح، استمر هتنجح، الصبر هينجحك. فده كان الحافز الوحيد اللي في حياتي رحمة الله عليه، وحضرتك قطعة منه تمشي على الأرض إن شاء الله يبارك فيك، ومن نجاح لنجاح. هو حاضر، يعني كان سبب من حاجة، هو توفى تقريبا من يجي سنتين اتنين، فكان حاضر البداية بتاعتي، وأول سنة كانت صعبة جدا عليا، فكان دايما موجود معايا فيها. يعني رحمة الله عليه، وأكيد هو فخور بحضرتك الآن. أستاذ كريم، في نهاية لقائنا أنا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتفوق بإذن الله. يا رب إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم، والنجاح دايما إن شاء الله. كان لنا لقاء آخر مع أستاذ محمد مبارك، مدير تسويق الشركة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. أستاذ محمد، يعني في البداية عرفنا أكثر من هو أستاذ محمد وما هو دورك في شركة بيرفكت. الاسم الثلاثي محمد علي مبارك، صار لي في الإمارات قريب 20 سنة. ما شاء الله. عمري 43 سنة، مدير تسويق في بيرفكت آيلاند. طيب، حدثني اكتر عن الخدمات اللي بتقدمها الشركة ودور حضرتك في تقديم هذه الخدمات. فندم، انا مدير تسويق في الشركة، واحنا بنحاول نقدم احسن جودة وتعامل. اهم حاجة في الشركة عندنا دي، اهم حاجة بنقدمها للعميل التعامل والصدق والمصداقية في التعامل. والحمد لله احنا بنحب نشتغل على الشغل الفخم والشغل المميز، مش شغله وخلاص، لا، احنا بنحب نقدم حاجه مميزه في السوق، وبالتالي احنا عملنا اسم على هالاساس، حطينا خطه ومشينا عليها. عظيم. والحمد لله ربنا وفقنا في خطه، في نظام مشينا عليه، في سيستم مشينا عليه، وربنا وفقنا فيه، والحمد لله معانا تيم كويس، وتيم بيستوعب بسرعه، دي اهم حاجه برضو، ان التيم اللي معانا استوعب بسرعه الكلام، ومشينا عليه، والحمد لله كل يوم كل شهر بنطلع لفوق. عظيم. طيب، دعتني يا أستاذ محمد بالتفصيل عنوان الشركة بالتفصيل، أين يوجد داخل أبو ظبي، وكيفية التواصل، وطبعا الأرقام كما ذكرت من قبل موجودة على الشاشة. تمام، إحنا مكتبنا فرعنا الرئيسي مسجد مول محمد بن زايد، مدينة محمد بن زايد، مسجد مول الطابق التاسع، مكتب رقم 23. تمام. طيب أستاذ محمد، سؤالي الأخير لحضرتك،
كيعتبر رجل اعمال موجود داخل ابو ظبي وتعيش داخل هذه الدوله التي توفر تعبتي الامن والاستقرار، لو اردت ان توجه رساله شكر لشيوخ وحكام الامارات. والله انا 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 صار لي في البلد قريب ال 20 سنه صراحه، حياتي او نص عمري تقريبا في الامارات هنا، خلاص انا بعتبرها بلدي الثانيه. فالحمد لله مبسوط وعايشين في امن وامان الحمد لله، دي اهم حاجه، اهم من اي حاجه واهم من الفلوس واهم من اي شيء، ان احنا عايشين في امن وامان الحمد لله، ما شفناش اي تفرقه، كله عايش سواسيه هنا والحمد لله مبسوطين، والحمد لله ربنا يديمها نعمه والحمد لله رب العالمين، وبشكر كل الرؤساء والشيوخ في الامارات الحمد لله ربنا يحفظهم ويطول بعمرهم ان شاء الله.